إذا أعزائي المشاهدين، نذهب إلى الملف الأول المتعلق بما جرى اليوم في مجلس النواب، حيث كان أسخن ما يمكن أن يقال المتعلق بالتصويت عن رفع الحصانة عن وزيرين سابقين، والتصويت برفع الحصانة حيث نجح التصويت ورفعت الحصانة عن الوزيرين، والتصويت برفع الحصانة عن نائبين عاملين حاليين وقد فشل التصويت في ذلك ولم ترفع الحصانة عنهما. أيضا اليوم كان في الجلسة وزير المالية ألقى خطاب الموازنة. شوف تقرير عما جرى في جلسة اليوم. تمت الإحالة إلى النيابة العامة وبموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. الوزيران الأسبقان هلس والشخشير سيمثلان قريبا أمام النيابة العامة بتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام القانون. وزير الأشغال الأسبق المهندس سامي هلس سيحال إلى القضاء، وكذلك وزير البيئة الأسبق وعضو مجلس الأعيان حاليا الدكتور طاهر الشخشير إذا ما وافق مجلس الأعيان على رفع الحصانة عنه. من المتوقع أن يتم استدعاء وفتح قضية مديرة دائرة العطاءات الحكومية هدى الشيشاني وطلب شهادتها فيما يخص القضية وإنهاء خدماتها قبل عام ونصف تقريبا. محللون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون إذا ما أدين هلس فإن رؤوسا أخرى سيتم الإطاحة بها، بينما القرار الفصل سيكون للقضاء. النائب ثامر بينو خلال الجلسة قال: وجهت عدة أسئلة نيابية حول عدة قضايا تتعلق بعطاءات بمئات الملايين للوزير هلس خلال عمله ولم يجب عليها، وأطالب وزير الأشغال الحالي بالإجابة عليها. في السياق نفسه وعملا بأحكام القانون، رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن كل من النائبين غازي الهواملة وصباح الحباشنة خلافا لما أوصت به اللجنة القانونية من رفع الحصانة عنهما، وبما لا يعيق واجباتهم النيابية. ويواجه النائب صداح الحباشنة تهمة الذم والقدح، أما النائب غازي الهواملة فيواجه تهما بالفساد باستعمال وكالات مزورة. وأوضح الحباشنة أن التهمة الموجهة إليه كانت بتحريض من رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، فيما أوضح النائب صالح العرموطي أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليست مختصة بالنظر في قضية النائب الهواملة، وأنها خالفت القانون بنشرها مجريات التحقيق قبل تنسيب المدعى العام، ووصف ما يجري بأنه اغتيال متعمد لشخصية أحد ممثلي الشعب. بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أو لربما بمحض الصدفة، حدث كل ما حدث تحت قبة البرلمان. فهل نحن أمام عهد جديد في التعامل مع المناصب ذات المسؤولية؟ وهل سيتم التعامل مع كل نائب معارض للحكومة بمبدأ الإقصاء والضغط؟ أمان الأمر برمته إحقاق للحق وتحمل للمسؤولية.